بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير متابعين موقع صدى البلد، أهلا بيكم. لايف جديد وأحلام جديدة مع ملكة الأحلام دكتورة صوفيا زايدة. اهلا أهلا بيك، بيك يا دكتور، اهلا بيك يا فاطمه. ازيك؟ منورانا ومنورة كل ربنا مجاهد يخليك فيه. يا حبيبتي، وانا سعيده بيك طبعا وبالساده المشاهدين موقع صدى البلد. اهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك. النهاردة موضوعنا عن رؤية السفر في المنام. هناخد كل خطوة في السفر من أول ما بنطلع من بيتنا لحد المكان اللي هنسافر فيه، أيا كان بقى المكان ده ساحلي صحراوي زراعي. هنعرف كل الكلام ده مع دكتور سوفيا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليكم وعلى آله السلام. وصحبه وسلم. إحنا طبعا متعودين إن السفر هو انتقال من مكان لمكان، تمام وفي حال الرؤى بيبقى انتقال من حال لحال. تمام لو أنت سافرتي من مكان مثلا زرع ومكان كده يعني مية وزرع وهواء ومش عارف إيه إلى مكان صحراوي، فده انحدار للحال. في يعني قحط بالظبط في يعني خطوة في حياتك هتحصل، هيبقى فيها نقص مالي، نقص معنوي، نقص أشخاص، يعني نقص. تمام. العكس بقى، لقيتي نفسك ان انت رحتي من ناحية مكان صحراوي الى مكان مثلا ساحلي. ساحلي او زرع او ايا كان، فده إشارة الى ان الحال هينقلب الى تمام الافضل تمام والاحسن. يختلف بقى السفر لو احنا بره الجمهورية بتاعتنا او جوه الجمهورية. يختلف طبعا. بصي، احنا طبعا زمان احنا تمام بناخد دلوقتي بالقياس، تمام يعني تفسيرات زمان غير تفسيرات دلوقتي. يعني احنا ايه، زمان كان وسيلة السفر الإبل، تمام تمام، والحصنة والحصانة أعزكم الله، يعني الجمال وكده يعني. فدلوقتي بنقيس عليها اللي هي وسيلة السفر. تمام كل ما كان أسرع الوسيلة، يعني الطيارة كان الانتقال أسرع، كل ما كان مثلا المدة أقل يعني. بالظبط سريع جدا. الانتقال بيبقى في خلال 3 شهور في حياتك. الله لما يكون مثلا ماشية على سفينة برضو بيبقى أقل شوية، ولكن في أمان، تمام لأن السفينة طبعا عرفت بالنجاة، تمام مركبة النجاة. تمام. طيب، احنا اللي يخصنا النهاردة موضوع الطيران. تمام الطيران الطيران بدون طيار، بدون طيارة، ان بص الواحد بقى، يشوف نفسه هو اللي بيطير معاه. في واحد راح للإمام ابن سيرين قال له رأيت إني أو دائما أرى إني أطير، تمام فقال له اتق الله فإنك كثير الشهوة. يعني إيه؟ يعني بني آدم ماشي ورا أهواءه شهواته، شهواته يعني مثلا بيشرب خمور فبيغيب عن الوعي، بيعاشر نساء في الحرام فبيغيب عن الوعي، بيعمل حاجات فيها غضب فيها يعني. غضب، وفيها ان انت ليه البني آدم بيغتسل مثلا بعد ما مثلا علاقة حميمة او شيء؟ لان البني آدم بيخرج الى عالم اخر، يعني ايه، تمام بيطير بهواه. فلازم انت بتغيب عن الله وتغيب عن كل وعيك بيغيب تماما، فعشان ترد وعيك تاني لازم تغتسل وتشهد عشان ترجع تاني تمام للغيبة دي. انت غبت، فهماني؟ طيب، سفر طيران قصدي، من غير أجنحة من أو غير أي أجنحة وسيلة. مش محمود، تمام من غير أجنحة زي ما قلت لك. ده معناه ان هو الانسان كثير التمني او كثير التخيل او الشهواني، ولكن باجنحه ابشر. عندك صبيين ولدين هيجوا ما لك في شاء الله حياتك، يعني الجناحات دي معناها هم سندك. المساعد بتاعه او بالظبط كده، العون بتاعه. صح كده. وبعدين حته ان انت بقى تسافري الى بلاد، طيب البلاد دي ايه تفسيرها في المنام؟ تمام تاخدي أقرب اسم عربي ليها، يعني مثلا بلاد، مثلا قولي مثلا فرنسا. فرنسا فرنسا، طيب دي تفسيرها إيه؟ هي كانت في فرنسا زمان؟ هناخد القطعة الأولى فر 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 ونسى، فر ونسى يعني إيه؟ يعني فرار. خدين بالكم يا جماعة يعني يعني ما هو بيقول لك إذا تشاكل عليكم عليكم الرؤى فخذوا خذوا بالأسماء. بالأسماء. طب الأسماء دي أعجمية، صحيح هنعملها إزاي؟ أمريكا هناخد أمريكا أمر،
امر عليك، امر عليك، يعني في يعني اجبار، شيء هتعمله غصب عنك، مجبر، امر اجباري لاختياري. تمام. طيب مثلا الصين، الصين اطلبوا العلم ولو في الصين، ده معناه ايه؟ ده حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كده ان انت سفرك ده هيكون خير ليك، زياده معلومات، زياده معرفه، حلو يعني. تمام. طيب لو طفل اللي شاف نفسه بيطير، بصي بقى الاطفال، الاطفال طبعا دي اقرب حاجه ان هي تحصل، لان الاطفال دايما بتتفرج خيالها واسع والحاجات دي لا يؤخذ بها. طفل يعني ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده وهو نايم، حتى الطفل يعني بيفرحه، دي بطير ومش عارف ايه زي باتمان والحاجات دي ومش عارف ايه وكده، فلا تعليق على على رؤى الاطفال. يعني الاطفال محدش يعني خايف على ابنه او حاجه لو قال ان هو بيطير. هقول لكم حاله وحيده بس تخافوا منها في تفسير الطيران، إيه؟ ان انت تطير على ظهرك، ده معناه موت. يا نهار ابيض. النعش الطائر موت، وده يشوفها هو بنفسه ولا حد اي حد بقى، الرؤية الصالحة يراها العبد او ترى له، بيكون حد قريب منه فبينبهه. على فكرة يا بخت اللي يعرف ان هو ميت، هيموت قبل ما يموت، ده على الاقل بيلحق نفسه، بيشوف اللي عليه واللي وراه واللي جي. فاحنا دايما نتوقع الموت في اي لحظة طبعا، يعني احنا يا جماعة خليكوا يعني زي ما احنا مش مطلوب مننا شغل بكرة، يعني رزق بكرة، عبادة مش طالب منك ربنا عبادة بكرة، فانت ما تشغلش بالك برزق بكرة، خلينا في اليوم، اعمل لآخرتك كأنك تموت اليوم، واعمل لدنياك كأنك تعيش الدهر. فدايما الواحد يكون عنده صديق يقول له مثلا يكتب ما عليه ديون، ما عليه من حاجات يعني. بس صعبة، يعني صعبة ان انت تكون قريب من حد وشفت رؤية زي دي واروح اقول لصديقي في... او صديقتي انا شفتك هتموتي، او الموضوع صعب جدا ان بصي أنا بصي هقول لك على حاجه. كان كان في رؤيه حصلت، قال لك ان سيدنا الامام الشعراوي جاله رحمه الله، كان شيخ الازهر، كان جاله فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك انك هتفطر، تفطر عندنا، احنا في انتظارك تفطر عندنا، كان صايم وكان تعبان، فكانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله ينتظرك، عرفت؟ فدي من الرؤى اللي ربنا يا رب يحسن ختمتنا يا رب جميعا يا رب. فده ما يخوفش على فكره خالص، ده احنا كلنا هنموت، اصل احنا هنروح فين؟ هنموت، يا بخت ربنا، يا بخت اللي ربنا يقول له يلا انت قربت، بدل ما احنا بالظبط تاخدي بالك في غفلة او كده بالظبط. وده حصل قبل كده معاك ان يعني ان الحد والله حصل فعلا وموجود على على القنوات، يعني على على اليوتيوب، ان كانت في واحدة بنت عمرها 18 سنة اتصلت بيا، كانت في احدى القنوات يعني، فقالت لي ان انا لقيت ان انا باكل التفاحة وبعدين جريت مني ودخلت في المية التفاحة، فحاولت اجري اخدها ما عرفتش اخدها وغرقت في الميه، فقلت لها انتظري انقضاء اجلك. فطبعا انقضاء اجلي، انا صغيره 18 سنه ازاي مش عارف ايه، لان يا جماعه التفاحه ده رزق والسعي ده خلاص بقى اخر رزقها. فكان بالفعل حتى القناه كانت تبعت الموضوع، وفعلا توفت البنت بعد 5 ايام. يعني انا مش بفرح بس بالحاجات دي، لا بس هي توفت على حال غير اللي هي صلت طبعا، التزمت، يعني دي المعلومه المهمه، يعني التزمت جدا جدا جدا، بيقول حتى بيقولوا لي يعني اهلها والله يكلموني شخصيا، انا اشكرك ان هي كانت ما كانتش بتصلي، كانت في غفله، في غفله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله يرحمها يا رب ويلحقنا بها على خير، اللهم امين. بصي بقى فاطمه، خلينا في السفر بقى. بصي بقى لما تكوني شايله حمول ثقيله وبتاع، ده سفر غير ممتع. تشوف الاجانب لما بيجوا شنطه واحده عشان يبقى خفيف خفيف، لكن احنا بناخد الدولاب ودولاب الجيران ودولاب اللي جنبنا عشان لا السفر الكتير ده على فكره اقول لك على حاجه برضه، لو كان موت للبني ادم بيبقى عليه ذنوب كتير شايله معاه هو ماشي،
لو كان خفيف خفيف كده زي ما جيت فاضي ارجع فاضي يعني، ما مش فاضي خالص يعني، نمشي بسيرة حسنة بالظبط، بس كده. ارجع فاضي، لا معايا حاجة شايلها ولا ما سيبش صراع، يعني تقسم ميراثي بعد ما اموت كما يعني تشغلش همك بالظبط بالإخوان ولا كده. حاجة لكن لا، انا مش عايزه ابني فلان يعني زي اللي كان كاتب على اللوحه ده، انا بقاله الحاج ابو احمد وعياله ما عدا احمد. فده ايه، لا انا ما اشغلش بالي بالموضوع ده، طالما انا مربيه عيالي وكده فعارفه اصلا. يعني مثلا يجي راجل يقول لك ايه، انا هقسم الميراث، قبل وفاته. حد ابني الكبير ده مثلا نص الميراث. انت طب كده ايه ليه وشمعنى وازاي؟ لا هو فاهم، الواد الكبير ده خير وايده كريمه وهيعرف يعمل يوزع بما يرضي الله على التانيين. انت مربيه ابنك، يعني زي ما بيقول لك على راي المثل، واضبطني يفهم رطني، فاهماني؟ يعني انا فاهمه اولادي، ده هيكوش لنفسه، فانت بقى خليكي تبع ايه؟ تبع اعرفي عيالك انت، احنا مش بنربي وخلاص، لا احنا بنفهم دول ايه حسياتهم. تمام؟ طيب خلينا بقى في السفر بقى. كل ما نيجي للسفر تفتح معانا موضوع تاني. السفر او الارتفاع عن الارض، خلينا في الارتفاع عن الارض. واحدة ده معناه ايه يا فاطمه؟ ده معناه ان البني ادم، اللهم صل على النبي، يعني عنده حاله كده من حالة الوجد. عارفه ايه الوجد؟ يعني الوجد هو الواحد لما يكون ان هو يبقى حالة هايم او كده. هايم في ملكوت الله، يهيم بخواطره، يسرح مع الله، يعني مش هايم بقى في واحدة بيحبها، ولا هايم في سرحان الشغل، معين يا جماعة، مش أي هايم في سرحان. شغله، هايم لا لا، احنا بنتكلم عن الهيام اللي هو في ملكوت الله. فكل ما البني آدم بيقول لك نضج عقله كلما هام بذهنه، فده ده دلاله على ان البني ادم ما شاء الله يعني واعي، فاهمين فاهم. بالظبط كده. فالارتفاع ده معناه انت وصلت لمرحله مقدار من الروحانيات، مرحله اسمها المرحله الغوثيه، في بعض الناس يقول لك عليها القوسيه. تمام؟ معاني دي عشان معاني دي نفهم. لبعض المشاهدين، لان هم بيكونوا اكتر تبحرا في موضوع يعني الرتب دي رتب تمام روحانيه ربنا سبحانه وتعالى مراتب يا بيمنحها، جماعة. مراتب بيمنحها لعباده يعني. طيب دلوقتي لو انت كنت طاير بجناحين وهوب رحت واقع بقى، ده وحش جدا، ده معناه ان انت بعد ما كنت على كفوف الراحه من الله، يعني سبحان الله دايما نازل نقول يا رب للأسف اللهم ثبتنا على دينك وثبتنا على على ايماننا، طاعتك. عشان ما يجيش يحل علينا حاجه تقلب حياتنا راسا على عقب. فده معناه ان انت للاسف الشديد هتندرج في امر هيوقع بيك 7 ارض. على فكره ممكن كمان بيقول لك رب كلمه تهوي بك 70 خريفا. يعني ايه؟ يعني حافظ على لسانك، مفيش حاجه. بيقول لك اكتر الناس داخله يوم يعني النار ألسنتهم، فلم الناس لسانك، بتتكلم كتير. لم لسانك، النميمة، الغيبة، فلان عمل، شفت فلان سوت، الحكاوي دي، الغمز واللمس. طب احكي لك قصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم واحد كان فاحش، كان بني آدم وحش جدا. فايه، فقال إيه، احنا هدرنا دمه، يعني ده معادي كبير للإسلام. المهم، فكان رسول الله قاعد في جمع من الناس، فجه الراجل ده بيتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عمال يسمع له ويتكلم، فخد بعضه ومشي. فراح ايه الصحابة قالوا له يا رسول الله، احنا كنا منتظرينك تغمز لنا بعينك كده ان احنا نقتله ولا حاجة. قال لا، ليس لنبي ان تكون له خائنة الأعين. يعني هم قال لهم ليه ما قتلتهوش؟ قال احنا كنا منتظرينك انت تشاور لنا تغمز لنا. قال لا، خائنة الأعين دي ما فيش حاجة. ما بيعملهاش نبي. ولذلك احنا لما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعملش كده. تمام؟ خلينا في سفر السيارة. تمام. سفر السيارة بيبقى في نطاق يعني اللي هو الجمهورية. ده هقول لك، لا ده جواز بقى ايه في العيلة.
يعني بنت داخلي داخلي. اصل احنا مش هنسافر بلد، اصل في ناس بتسافر بلد صح، بتسافر بلاد تروح ليبيا وتروح بالطياره، قصدي بالعربيه بالمركبه، تمام مركبه اللي هي السياره. طيب سفر الجمال او الابل ده معناه ايه؟ معناه مشقه في السفر، وفيها برضو 7 فوائد. راحت ولا جات، السفر مهما كانت الرفاهيه اللي فيه فهو مشقه، مشقه متعب متعب. تمام يعني شوفي احنا بنسافر ازاي. دلوقتي انت اللي سايقه وعربيه وباص بياخدك ويوديك، بس لا كأن انا سايقه بالظبط كده. ولكن هو في كل الاحوال نقله من حال لحال. بص على الناحيه الثانيه، لقيت نفسك اتنقلت المكان افضل يبقى كويس، وقعت في نص الميه مثلا بسفينه او ايا كان، رحت واقع في وحش طب جدا. صحيح ده لو حد مسافر بطياره ووقع في الميه، لا وحش جدا ده معناه خلاص انقضاء اجله. وبعدين خلي بالك برضو السفر للسجين فرار من الحبس، يعني هيفك اسره ربنا. السفر للمراه المتزوجه لحالها لوحدها معناها طلاق ليها. السفر بصي من مكان انت مخنوقه منه خلاص، لميتي شنطك ومشيتي معناها مغادره هذا المكان اللي بسبب ليكي ضغط نفسي. طيب تمام، تحضير الشنطه من غير ما اسافر، تحضير الشنطه واقف حال بقى لانك انت عايزه تلحقي ركب المسافرين ولكن ما حصلش، فده واقف حال سواء كان في زواج سواء كان في شغل انت هتشتغليه بس ما اردش الله. فتحضير الشنطه دون السفر معناها واقف حال، لازم نسافر. تمام طيب القطر في المنام بيعد عدد العربيات بتاعته، لو كانت عدتها مثلا 3 4 ولا حاجه معنى بعد 4 شهور هيحصل لك انتقال في حياتك. لو كان مثلا القطر اللي هو السريع ده او المرفه ده يبقى النقله لطيفه وفي زوج معاكي هيكون معاكي في النقله دي وحياه هتبقى حلوه جدا ما شاء الله. كان القطر بقى القشاش اللي بيقف 10 ويمشي شويه لا لا دي نقله وحشه مش عايزينها، ده معناه ان انت يعني هنشارك حد في عذابه، فبلاش بقى بلاش منها. عايز نفسي ازورها بجد، يعني عايز اعرف ايه في اليابان، هقعد اقرا هتلاقيني عايشه هناك. طيب الواحد لما بيكون نفسه في زياره بيت الله الحرام او بيت المقدس او البيت بيغيب ذهنه كده، حس انه راح ده انا بحس ملمس الارض يعني حاسه بيها خلاص بتعيش بقى. بص يا جماعة العالم الروحاني أو أول درجات الروحانيات إن أنت تنفصل عن الوضع اللي هو الجسم الصامت بتاعك ده. الروح تفر من داخلك لدرجة إن الناس تتوقع إن أنت نايم أو ميت، لا ده أنت تهيم في ملكوت الله تعالى. ساب كل بقى ممكن تسافر كل حاجة. انا روح انا عصفورة طايرة، ممكن اروح شوف والله انا 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 بسافر كتير مع نفسي، ممكن اروح بلاد، انا طبعا اعشق بلاد المغرب فتلاقيني سافرت بذهني غمضت عيني، انت عارفة طبعا غمضت عيني ورحت للبلد اللي بحبها واخبار حبايبي والله وحق لا اله الا الله اللي بشوفه فيهم بيكون حاصل حقا، وانت اضرب الموضوع ده حاصل فعلا. من المريض مريض، المعفي معفي، اللي اتجوز اتجوز، اللي اتطلق اتطلق، اللي خلفت خلفت، وده بيبقى بصي ده بيبقى كشف رحماني. فهمت ازاي؟ طيب خلينا ناخد شويه من احلام متابعينا عشان الاحلام كتيره جدا جدا جدا. انا بحلم على طول ان انا بسافر للعمره. الله عليكي، ربنا يا رب يمنحك يا رب باذن الله سفر العمره دي بشرى. اللي يحلم ان هو سافر زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف ان هو والصحابه رايحين بيت الله الحرام، ف ايوه راحوا بس راحوا السنه اللي وراها بعد صلح الحديبية في عام اليمامة، الوقت اللي حصل فيه بالظبط كده او فتنة والناس تردد كتير، انت مش شفت الرؤية، طب ايه اللي حصل، طب مش عارف ايه. طبعا في ناس بصي مسلمة للرسول صلى الله عليه وسلم
ما يقعدوش بقى. لا الرسول قال كده يبقى صح كده. فخلينا احنا لا ينطق عن الهوى اذ هو وحي يوحى اليه، يعني رسول الله احنا وراه. فده معناه زيارة فعلا لبيت الله الحرام ان شاء الله باذن يا رب الله. ربنا يرزقها لي. اللهم امين. داخلة مسابقة مع مرات عمي نطبخ أرنبيط وصحيت وأنا لسه بطبخ. كويس، عشان الارنبيط مش حلو. عارفة جاية من ايه بقى؟ في القرن. تنافس. القرن، لا بص، القرن، القرن ده مدة زمنية فيها تعب، تمام؟ كتير قرن اي حاجة بيقول لك ده مثلا مطوى قرن غزال، قرن مش عارفة ايه. القرون دايما مش محمودة في المنام يعني، انت فاهمة؟ فالقرن وحش، القرن دهر زمن. الحمد لله انت ما خضتيهوش، لان كنت هتخشي في مشاكل طويلة الأمد احنا في غنى عنها الحمد لله رب العالمين. والأرنبيط أصلا من المأكولات اللي غير محمودة في المنام، كل ما هو يعني ينفخ البطن وكده معناه جاي من الكذب والخداع، يعني هو والكرنب جاي من الكرب وبرضه النفخة الكذابة وكده. في ناس كتير بتبقى كاذبة تقعد تعملك من البحر طحينة كذب بقى. طيب سالي، انا حلمت ان انا سمعت الاذان بس ما اعرفش ده اذان ايه. أبشري. المؤذنين يوم القيامة أطول أعناقا، معنى أنها تشوف نفسها بتأذن، يعني إن شاء الله ليكي سفر لبيت الله الحرام. لأن في اتنين راحوا للإمام ابن سيرين، واحد قال له رأيت إني أؤذن، والتاني قال له رأيت إني أؤذن، قال له أنت ستسرق وتقطع يدك، أما أنت فستزور بيت الله الحرام. قالوا له ازاي يعني؟ هو فرقت ازاي؟ قال شفت على وجهه سمات السلام، وهذا شفت على وجهه سمات الشر، سمات الشر. فده ده سافر بيت الله الحرام وده اتقطع ايده. المؤمنة بالله، حلمت ان خرطوم مياه متوصل بالحنفية من ارض في نص الشارع للشقة بتاعتنا، وكمان معايا برطمان عسل بالمكسرات وبعطيه لأمي متزوجة وعندي أطفال. أبشري إن شاء الله. بصي، سقيا المكان معناه حمل المرأة تحمل، تمام؟ والعسل ده بتديه لوالدتها، والدتها تعاني من مرض معين، ربنا سبحانه وتعالى هيرفع عنها هذا الـ يعني فيه شفاء للناس. دايما يا جماعة اللي يجيله عسل في المنام، العسل يعني بس من باب العلم يعني ما بيتاخدش كده، لا العسل يا جماعة حطوه في مية عشان بينزل تقيل على المعدة، فما بيستفدش منه الجسم. تدوبوه في مية، ولو جبتوا كمان حبة البركة مطحونة وأضفتوها للخليط ده أولا بيرفع المناعة جدا، ده في شفاء فعلا. واقروا عليها القرآن، اقروا عليها القرآن يا جماعة، ما تيسر لكم من القرآن، واشربوا وتخيلوا بقى بعد 3 أيام ايه وضعكم. عارفة الحالة النفسية بتتعدل، الحالة النفسية تخيلي. يا والله ريت الناس تجرب والله. ونعملها يعني كلنا. روري، أنا حلمت بشمسين وثلاث أقمار حلو، كلهم كانوا جنب بعض بس الأقمار بعيدة شوية، طيب وكان في وقت الغروب وأنا جريت عليهم عشان أصورهم عن قرب، لكن لقيت عربات منجنيق كانت بتحدف علينا قنابل بس ما جاتش عليا حاجة. والله بصي يا حبيبة قلبي، الحدث ده حدث عام. يعني بصي، كان في زمان برضو شافوا ان شمسين بيتقاتلوا، فقال لك ان ده رؤساء في العالم هيحصل بينهم نزاعات وصراعات تقاتل يعني، فعربيات المنجنيق وكده، فده حرب. ربنا يسلم يا رب. بصي اقفلي على يسارك وتصدقي لدفع الضرر، ان شاء الله ربنا يسلمنا يا رب جميعا. تمام. حلمت أبي جاء من السفر وكان ماسك في إيده راجل لا أعرفه، سلمت عليه بالوجه ودخلوا إلى المنزل وقال لي هذا عريسك متوسط القامة شعره أسود لديه لحية خفيفة سوداء هي عزباء. طيب يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. هو طبعا دي احلام البنات. ان شاء الله باذن الله ممكن يجي لك عريس فعلا عن طريق الوالد، ولكن الـ الاهم في هذه الرؤيه عوده الوالد، سواء كان الوالد بقى في مسافر مكان ما او كان عيان، فهي العوده دي جاي ومصاحب معاه حد، يعني الصحبه دي فده فيها خير.
فدي يعني ان شاء الله ربنا يفتحها عليك يا رب ان شاء الله يا رب. حلمت ان انا بقول يا رب ان السماء بتتفتح بشري. وفيها قناديل وقريبه مني، وفي حد بيقول لي ان اسراء بنت احمد ولدت. ما شاء الله رؤيه حلوه قوي. فتح السماء معناها استجابه الدعوه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يدركك ليله القدر. ليله القدر يا جماعه ايوه هي في رمضان وكل حاجه، بس في ناس مستجاب الدعوه لو في ساعات في الليل بتبقى فيها اجابه الدعوه، بتبقى من الساعه 1 لحد الساعه 3 اللي هي وقت السحر ده. لو انت لذلك احنا دايما نقول الاعمال اللي في وقت السحر دي مقبوله، فتلاقي ما شاء الله يعني كتير. فحاولي بقى ان انت الاناديل دي طبعا معناها بشارات جايه لك، وما شاء الله نصره يعني، الله اكبر يعني، رؤيه حلوه جميله. قطه سرقت منها ابره وضيعتها في المنام. الاثنين اوحش من بعض. بصي اقول لك على حاجه، الابره او الدبوس او المسمار، تمام؟ بصي اذا كان شكك او حصل منه اذى ليكي فهو غير مستحب، ولكن ظهور الابره لوحدها بخيط معناها صلح ذات البين بين الرجل ومراته، بين الاخوات وبعضها، بين الاب واولاده وام وعيالها. المهم ده هيحصل صلح لو فيها ايه خيط كده لوحدها. لا، الابره معناها اذى، والابره برضو بتندرج تحت العيا، لان بيقول لك هياخد ابره حقنه، فاهمه ازاي؟ والمسمار ممكن يفسر على تثبيت، ويفسر على زواج، ويفسر على اذى، يعني شوفي كل على حاله. طيب، واحدة حلمت ان هي بتصبغ شعرها. صبغة الشعر معناها كذب، او زي ما بقولك ايه، انا لا اكذب ولكني اتجمل. يعني ايه؟ يعني في حاجات انت هتقوليها مش فيكي، فلا منعا لاي ضرر خليكي حريصة ان احنا نبقى صادقين. مش شرط، بص يعني انت الواحد اللي يبين للناس وضع غير وضعه وغير عشته، ليه؟ طب هيفرق معاه ايه؟ طب ما دي حياتك انت، يعني تجمل في نفسك ليه او بتاع. فالتجميل هنا كذب، تمام؟ تجميل اللون، تلوين الشعر يعني. ايوه. اسراء محمد، حلمت ان نمر كبير لونه ذهبي ماشي جنبي طول الوقت. ابشري ان شاء الله هترزقي برجل. الرجل ده ذو مكانه مرموقه، بيشتغل في حاجه سياديه، وهيكون كده ايه يعني ماشي معاك حارسك كده، حارس يعني ما شاء الله. حلمت واحدة عايزة تاخد مني الشبشب. الشبشب؟ انا لابسه مصباح. ده واحدة عايزة تاخد جوزك بقى، خلي بالك. اعزكم الله الرجل في المنام شبشب وصندل وجزمة وكل حاجة. فكون انها بالاحلام يا جماعة، فعايزة تاخد منك الشبشب يعني هتتخانق معاك وتاخد جوزك، يعني خلي بالك، خصوصا لو خديته كمان. بس عموما هو شبشب يعني، سيبها لها شبشب، سيبها لها. دي مصلحة ليك. طيب بصي بقى حبيبتي، عليكي بقى عمار البيت. يعني البيت دايما اقول يا جماعه، البيت يتمسح بميه وملح، ويقرا فيه سوره البقره يعني في كل غرفه، لان دول ساكنين ومعمرين. التعبان جاي من ايه؟ تعب نفسي وتعب روحي وثقل عليكم. دول عمار البيت اللي قاعدين تعبنا وقرفنا ومزهقنا، فيا هم يمشوا يا اما نستحمل قرفهم. لا، يمشوا بقى. احنا علينا زي ما قلت لك الملح، اتمسح الارض بميه وملح، وبعد كده الملح برضو، قولي الملح اللي هو الخشن، اللي هو الخشن بتاع الطبخ يا جماعه، ما تجيبوش الملح الزفر، ما ينفعش. وبعد كده بخروا البيت بلبان الذكر، وحطوا ورق لورو وكزبره حب وملح خشن، وبعيدوا عشان بيتقطف الوش. ان شاء الله مستوره. نورتيني يا ملكه الاحلام. حبيبتي فاطمه، تسلمي والله، ربنا يخليكي. انتظرونا كل اثنين واربع الساعه 6 مساء مع ملكه الاحلام دكتوره صفيه. تحياتي.